طيب خلونا قبل ما نخش على الصحف العالمية كمان عندنا نتكلم في بعض الأخبار السريعة على مستوى الكرة العالمية. في تعثر في مفاوضات حضراتكم عارفين ان يعني عمر مرموش اللاعب المصري المتواجد في فولسبورغ في كشفت بعد التقرير في ألمانيا عن تعثر مفاوضات التجديد ما بين عمر مرموش وفولسبورغ. عايزين يجددوا عقده ولكن حضراتكم عارفين عقده هينتهي خلاص الموسم ده، وبالتالي كان في بعض المفاوضات، لكن اعتقادي الشخصي ان في بعض الانديه الكبيره على مستوى الكره الالمانيه، في كيكر كمان دي جريده كبيره جدا على مستوى المانيا بيقولوا ان يمكن توقفت المفاوضات ما بين الطرفين، والسبب في ذلك الراتب المالي المرتفع اللي طلبه طبعا عمر مرموش لتجديد عقده مع فولسبورغ. أضافت كمان إن في عديد من الأندية الحقيقة بتترقب وضعية عمر مرموش في الفترة المقبلة، عايزين يضموا طبعا بشكل مجاني، حالة استمرار رفضه أكيد هيكون فري، مش هيكون يدفع فيه ترانسفير. وفي أندية كثيرة جدا على مستوى ألمانيا، بنتكلم مثلا على بروسيا دورتموند، بنتكلم على فرانكفورت، يعني مهتمين جدا جدا باللاعب، المدير الفني مهتم بيه جدا. والحقيقه عمر مرموش ادى موسم رائع مع فولسبورغ الحقيقه، ويمكن دي بالنسبه له فرصه، عقده خلاص هينتهي اخر الموسم، وبالتالي هيكون لعيب حر، وبالتالي هو كمان عايز يستفيد على المستوى الفني وعلى المستوى المادي. وبعض العروض كمان سمعنا ان بعض العروض على مستوى البريمير ليج قد تكون مهتمه بانضمام عمر مرموش. اللاعب يعني زي ما بقول لحضراتكم لاعب مميز جدا، وكمان زي ما عارفين ان هو عقده خلاص هينتهي بشكل كبير. عايزين نتكلم كمان على خبر يمكن عمر مرموش اتكلمنا عليه، وان هو ادى بشكل جيد في هذا الموسم، وان هو عمل اسيست كتير وجاب اهداف بشكل كويس جدا. عمر مرموش بيلعب في كذا مركز على فكره مع فولسبورغ، بيلعب جناح وبيلعب راس حربه وساعات بيلعب شادو سترايكر، يعني كمان متميز في هذه الادوار بشكل كبير جدا، مما يعني بيخلي بعض الانديه الكبيره على مستوى دورتموند، بتكلم على مستوى فرانكفورت كمان اللي بيقدم موسم اكتر من رائع، بتكلم على بعض الانديه في الدوري الانجليزي مهتمه بهذا اللاعب. ده خبر عن عمر مرموش. خلينا نروح لخبر تاني عن امبابي. امبابي بيدعم باريس سان جيرمان امام بايرن ميونخ. يمكن امبابي ازال من امبابي طبعا مهاجم باريس سان جيرمان، بعض الشكوك المثاره يمكن مؤخرا قبل مباراه بايرن ميونخ بكره ان شاء الله في دوري الابطال، وذكرت بعض التقارير او شبكه فرنسيه في نبأ عاجل ان امبابي تواجد في تدريبات فريق بي اس جي النهارده الاثنين، ونشرت يعني لو باريزيان دي طبعا هذه الجريده الكبيره مقطع فيديو لامبابي وهو يعني بيعمل عمليات الاحماء على هامش التمرين النهارده مع باريس سان جيرمان. امبابي شارك في التدريبات الجماعيه يمكن قبل 24 ساعه من اللقاء المرتقب زي ما بقول لحضراتكم امام البايرن بكره ان شاء الله. بكره مباراه زي ما بقول لحضراتكم مباراه كبيره جدا على ملعب حديقه الامراء في ذهاب دور ال 16 دور النوك اوت في الشامبيونز ليج. يتجدد اللقاء ان شاء الله او اللقاء الاخر هيكون يوم 8 الشهر اللي جاي على ملعب اليانز ارينا في معقل طبعا الفريق البافاري بايرن ميونخ. النادي الباريسي اعلن ان مبابي كان يعني بيحتاج 3 اسابيع للتعافي من اصابته، لكن المدرب كريستوف جالتييه قال انه لا مجال للمجازفه، يعني مش عايز يجازف فيه باشراك مبابي امام يعني بايرن ميونخ، ولكن عوده مبابي للتدريبات دي شيء مهم جدا جدا، وبالتالي قد يكون متواجد في مباراه العوده في المانيا. عندنا كمان خبر من توتنهام، يعني انتهاء موسم نجم توتنهام طبعا النهارده الاثنين بسبب اصابته في ركبته بالرباط الصليبي بانتاكور، عنده رباط صليبي امامي في ركبته او في رجله اليسرى، طبعا هيكون خارج الملاعب حتى نهايه الموسم. توتنهام اصدر بيان قال فيه انه سيخضع بانتاكور لعمليه جراحيه قبل البدء في اعداده طبعا وتاهيله مع الطاقم الطبي، واحنا كلنا بندعو جميعا للعوده سريعا. طبعا توتنهام سقط امام مضيفه ليستر سيتي، حضراتكم عارفين ان كان في مباراه ما بين توتنهام وليستر سيتي وخسر توتنهام بنتيجه كبيره 4-1، دي كانت ضمن مباريات الجوله 23 من البريمير ليج، وسجل بنتكور هدف طبعا
توتنهام قبل خروجه طبعا واصابته بالرباط الصليبي. توتنهام الحقيقه بيمر بازمه كمان، هو موجود دلوقتي في المركز الخامس في جدول الترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، عنده 39 نقطه وعنده كمان بيستعد لمواجهه قويه جدا جدا على مستوى الشامبيونز ليج. بكره كمان هيلعب امام ميلان الايطالي في طبعا ثمن او في دور ال 16 في هذه البطوله.